قوي في اسرائيل حقيقه يعني، لانه الدرس كان موجع. دخلنا هجمنا على جميع وسائل الدفاع الجوي، هجمنا على مطارات العدو الموجوده في سيناء، هجمنا على مراكز القياده في سيناء، دمرنا 95% بدون مبالغه. اذا كنت صدرنا فليوفقك الله، واذا كنا صدرك فليعينك الله على ان تتحمل. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طائط الانتصار، اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طائط الانتصار، اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا.